Ron, how are you? Today we have Unit 10, Processes of Word Formation, from an introductory English grammar by Norma Stagebird. مرحبا جميعا حضرتي اليوم هي عن الوحدة العاشرة من كتاب مقدمة في قواعد اللغة الإنجليزية للكاتب نورما ستيجبرغ. عنوان الوحدة Processes of Word Formation يعني عمليات تكوين الكلمة. It is natural to wonder where all these words came from. The answer is not difficult to find. For the writer, من الطبيعي إنه الشخص يسأل من جت ذني الكلمات اللغة الإنجليزية. والجواب يعني ليس بالصعب إعطاؤه لكم. تمام؟ A look at the etymologies in your disk dictionary. They are the part of each entry enclosed in the brackets. Will give you an idea of the amount of borrowing that has taken place in English and of the many languages that have contributed to make the English word stock rich and full. طبعا يعني من الطبيعي انه احنا نبحث على الكلمات in your disk dictionary. اكو قاموس احنا نسميه etymologies يعني يعطيك اصل الكلمه مين جاي من يا لغه Germany, French, etc. تمام؟ أنصحكم بتحميل هذا القاموس English Dictionary offline. It's so useful. You can download it on your mobile or on your I can say on your laptop. It's so easy to download. من السهل تحميله. طبعا هذا القاموس راح يكون جدا مفيد بإعطائكم أصل الكلمة. يعني where it came from. تمام. It is to these that we shall now turn our attention to what? To processes of word formation. الآن إحنا راح نركز على عملية تكوين الكلمات. تمام؟ What does it mean compounding? طبعاً إحنا باليونت العاشر أخذنا types of words اللي هي كانت simple, complex and compound. Compound words can be a grammatical structure or can even be a compound itself. صح؟ And now compounding is simply the joining of two or more words into a single word, as in hang glider, airstrip, cornflakes, busy body, downpour, cutoffs, cave worm, alarm side, breakfast, long haired, devil maker, high school, etc. طبعا احنا عندنا many words are compounding in English language. العديد من الكلمات هي أصلاً مركبة باللغة الإنجليزية. ببساطة هي شنو the joining of two or more words. ببساطة هي ربط كلمتين أو أكثر بكلمة واحدة. مثل كلمة hang glider, airstrip, cornflakes. For example, busy body. من أجي أنا أقول busy مشغول. Body جسم. نقول شخص مشغول يعني شاغل نفسه بمعنى فضولي. تبو هنا أنا ذني الكلمتين البيزي بودي من التحدن أنطى معنى آخر تمام هاي سكول هاي عالي سكول مدرسة يعني إحنا مو عندنا البرايمري سكول الهاي سكول من سويتها كومباوند وورد أنطت معنى آخر اللي هو شو معنى الإعدادية يعني صار بيه بريكفاست يعني هنا بريك اللي هو شنو كسر فيست اللي هو شنو الصيام يعني صار بمعنى الفطور تبحتوا في كلمتين من تنتحد سوية joining together give what? Give another word or a single words تمام؟ كلمات تكون مفرد فإذا هاي compounding نفس مفهوم compound words بالفصل السابق اللي هو شنو معنى two free morphemes joined together اثنين كلمتين يعني احنا نقول عليه نقدر ان يوقف واحدين يرتبطن سوية وينطن معنى واحد تمام؟ الديربيشن اللي هو شنو؟ الاشتقاقي. مثل ما ذكرنا بذاك الفصل عندنا simple, complex, compound. النوع الثاني الcomplex هو نفس الديربيشن. Is the forming of new words by combining derivational affixes or bound bases with existing words. يعني for example, teleplay, okay, implane, deplane. تبهتوا طلاب يعني مقطع ما يقدر يوقف وحده ومقطع يقدر يوقف وحده تمام؟ re-ask re ما تستطيع الوقوف وحدها بينما الاسك تستطيع الوقوف وحدها اذا ما متكون؟ متكون من bound plus free
اللي هو احنا ذكرناه ذاك الفصل الكومبلكس كان نوعه تمام. فالديرفيشن اللي هو الاشتقاقي نفس الكومبلكس ذاك الفصل. الانفنشن اللي هو الاختراع. Now and then new words are totally invented like nylon, okay, dingbat, okay, goof, warp, larp. But few of these find their way into the common vocabulary. طبعا ضمن الكلمات اللي هي احنا عندنا باللغه العربيه النايلون، الكوداك اللي هي نوع من الكاميرا، الدينبات، فلوسي، goof, quark, and larp. كل هذه الكلمات مخترعة حسب اللي بيصير هسه. مثل احنا عندنا كلمة انترنت او عندنا كلمة جوجل اللي هي حاليا هسه انا بنفتح رأسا تطلع لي كلمة جوجل اللي هي اصلا مو موجودة باللغة لكن اخترعت على مود تناسب الاختراع الجديد، يعني مصطلح يناسب what the invented we can say the invented word. Okay, so this is the invention. يكون شيء غريب مخترع جديد in this way. تمام. The cousin is the formation of words whose sound suggests their meaning, like his and Pee-wee. مثلا من اسمها الصدى، يعني من نقدر نعرف معناها منين طلاب، نقدر نعرف معناها من الصدى اللي بالكلمة. مثلا كلمة hiss, click, quack, thunder, whisper, همس، رعد، quack, click، يعني chickadee for example. تقدرون تحزرون المعنى مالتها منين؟ من طريقة لفظها. Okay, less etc. Let us do exercise 10.1. Roof neck. بين compounding. يعني بها roof تقدر توقف وحدها، neck أيضا تقدر توقف وحدها. Cougar hood. من كلمة hood ميزنا إن هي شنو، يعني hood ما تقدر توقف وحدها. والcougar تقدر توقف وحدها. إذا derivation or derivation. Clink, okay, بين cousin of the classes. يعني الناس شايفين من ينظر بglass بglass يسوي صوت يسمو clink. Okay, فإذا هنا بي cousin. Do that. بين كلمة مخترعة. Dacron أيضا بين كلمة مخترعة. Pop بين هي music cousin. Cream puff بين compounding. Wheeze بين بها صوت cousin. Redison من المقطع ISM بين derivation، وأيضا هاي من المقطع EX بين derivation. تمام. Now we have clipping. What does it mean clipping؟ طلاب clipping معناه القطع. Means cutting off the beginning or the end of a word or both. طبعا معناه قطع، يا أما بداية أو نهاية الكلمة أو البداية والنهاية سوية. تمام. ثم عندنا هنا lab, dorm, prof, exam, gym, prom, math, psych, mic, and countless others. عندنا هواي كلمات هي بالأصل مقطوعة، يعني جاية إنه وهي بالأصل يعني كانت مستخدمة بطريقة مختلفة يعني ككلمة كاملة، لكن شو سووا على مود تكون أسهل باللفظ وأسهل بالاستخدام قطعوا الكلمة وطونة المختصر مالتها أو البداية مالتها نقدر نقول. Now we have exercise 10.2. Give the original words from which these clipped words were formed. نريد من عندنا ننطق أصل الكلمات اللي إحنا قصينا منها هذه ال words in here. Porno أصلها pornographic. حذفوا graphic طلاب. Disco أصلها discotheque. حذفوا الثيك. تاكسي كاب هي هاي أصل الكلمة، حذفوا الكاب. الكاب حذفوا منها ريولت، إذا هي كانت كاب ريولت. ديليكيتنس اللي هي حذفوا منها الكيتنس، أوكي. الفايبريشنز حذفوا منها الأيشنز، بقوا بس الفايبس. جنيفا حذفوا منها
الايبا وخلوا بدل الاي اي هايبوديرميك حذفوا الديرميك وبقوا الهاي كوريا حذفوا السيتي وبقوا يعني صارت كوريا instead of curiosity ريموراندم حذفوا راندم وبقوا الميمو فريدريك حذفوا الريك وبقوا فقط فريد ألبرت حذفوا بيرت وبقوا آل توم حذفوا هي ال H في البداية اللي سوى صوت ال F وال AS يعني صار توماس صار توم جوزيف حذفوا زاف وبقوا جير فيليب حذفوا ليب وبقوا فيل okay Now we have exercise 10.3. Give the original words from which these clipped words were formed. رح نمطي أصل الكلمات اللي اقتطعت، تمام؟ مثلا sport أصلها disport. Pike أصلها turnpike. Pass, omnipass. Van, caravan. Shoot, parachute. Wig, periwig. Cute, acute. Jean. Eugene, Beth, Elizabeth, Tony, Anthony. Okay. إذن هاي الكلمات المقطوعة وهنا أصلها. انطينا بهذا ال exercise. Now we have acronymy. Acronymy معناه شنو? Is the process whereby a word is formed from the initials or beginning segments of a succession of words. يعني من متكون الكلمة؟ متكون الكلمة من المقطع الأول أو بدايته والمقطع الثاني من الكلمة يعني مثلا أنا عندي كلمتين two words شو سوى مثلا هنا عندي military police for example أخذت حرف الام وأخذت البي صارت MP or member of parliament تمام؟ إذا هو أقتطع الجزء الأول من الكلمة والجزء الثاني من الكلمة مثل الاختصارات الأكرونومي معناه الاختصارات مثل عندنا nature اللي هي ال N أصلها north A Atlantic treaty or treaty organization T O تمام here we have radar or radar means radio detecting and ranging تبهتوا ال R for radio ال A also with radio, and D for detecting, and AR for ranging, okay? Now we have different words here for exercise 10.5. Pronounce these acronyms and give their originals. يريد من عندنا أننا نلفظها وننطي أصلها. مثلا here we have RV, okay? Okay, here we have RV, recreational vehicle, okay? Now means national, N for national, O for organization, W for women, and then National Organization of Women. UNESCO, United, U for United, N for educational, or nation, sorry, E for educational, S for scientific, C for cultural, O for organization, تمام? Okay means older kinderhook, then O for old and K for kinderhook. Scuba, S for south, C for contained, U for underwater, B for breathing, A for apparatus, okay? OPEC, O for organization, P for petroleum, E for exporting, C for countries, تمام? WASP means white Anglo-Saxon Protestant, W for white, A for Anglo, S for Saxon, P for Protestant, ACPM, okay, Intercontinental, Palestine, Mason. Okay, G
جيب إذن جيب اللي هي جي بي أحيانا اختصارها means general purpose. Okay. Laser means light amplification by stimulated emission of radiation. تمام. إذن L for light, A for amplification, S for stimulated, E for emission, and R for radiation. تمام. Now we have a blending. من اسم blending يعني مزج. Is the fusion of two words into one. إنه أني أمزج كلمتين بكلمة واحدة. Usually the first part of one word with the last part of another. عادة يكون الجزء الأول من الكلمة مع الجزء الأخير من الكلمة الأخرى. تمام؟ Give the originals of these plants. رح نعطي أصل هذه الكلمات المدموجة. هي أصلها plench plus funk. سوينا حذفنا الـ I-N-C-H من الكلمة الأولى، بقينا بس الـ F-L، والفنك حذفنا منها الـ F فقط، ونزلنا الـ U-N-K، تمام؟ Happenstance، يعني من جاي من happen نفسها، circumstance، حذفنا C-I-R والC الأخرى، واليو بقينا فقط شنو والام ايضا بقينا فقط الستانس اذا صارت happenstance صدفه. Stagflation هي جايه من stagnation plus inflation. الستاج بقيناها وحذفنا النيشن والانفليشن حذفنا الاي ان وبقينا inflation. تمام. اف ال اي تي او اي ان. Simulcast جاي من simultaneous. اوكي اللي احنا بقينا فقط sim اوكي اللي هذا المقطع وحذفنا tenious. وbroadcast حذفنا البرود اوكي بقينا كلمة cast بقت فقط simulcast from simultaneous and broadcast. Gelignite جاي من gelatin plus ignite. جيلاتين أخذنا جي إي إل وحذفنا بقية الكلمة وأخذ كلمة إجنايت. سموك جاي من كلمة سموك بلاس فوك يعني أخذنا الإس إم وأخذنا الأو جي من الكلمة الثانية. دامفاوند جاي من دام كونفاوند كون حذفنا سي أو إن كون بقينا دامفاوند. أوكي تيليكاست حذفنا شنو طلاب اللي هي تيلي برودكاست حذفنا برود بقينا الكاست تيلي كاست صارت. الداندل جاي من دانس بلاس هاندل اوكي بقينا دي اي ان واخذنا دي ال اي من الكلمه الاخيره او الثانيه. سبلاتا جاي من سبلاش وسباتا اخذنا اس بي ال وبالكلمه الثانيه اخذنا اي تي تي اي ار. تمام. طبعا الداندل طلاب هو تحريك يعني الطفل اللي هي مثل راك بيبي يعني مثل هاي الشغلة مثل ما شفنا يلعب الطفل يعني يراقص. yes. exercise 10-7 give the plants that result from fusing these words. يريد من عندنا أنه ندمج الكلمتين عمود نطق كلمة جديدة. A transfer resistor طبعا أخذنا كلمة ال T-R-A والN تمام. من الكلمة الثانية أخذنا زيستر okay. هذا المقطع صارت عندنا transistor. Automobile أخذنا كلمة auto و omnibus أخذنا الباس طلعت لنا autobus. Escalate أخذنا الـ ES C A تمام L A ومن كلمة elevator أخذنا الـ T O R تمام صارت escalator. Blur or blue أخذنا الـ P L كما تشوفون هاي الكلمة فقط الـ P L أو نانا راح نحددها. وسبورت أخذنا الـ U R T صارت blurt. Okay. Blurt. Fall. Squeak.
طلعت لنا كلمة squawk. Okay. Now we have bark formation, and for this, I'm going to give only the definition. I'm not going to explain anything about this topic. ما راح أعرف أو ما راح أعطي أي توضيح على هذا الموضوع. Sorry, not bark formation. I mean folk etymology. Well, bark formation, I'm going to give, yes, the definition on the exercises. It may be defined as the formation of a word from one that looks like it is derivative. إذن يمكن تعريفه بأنه تكوين الكلمة from the one من أصلها that looks like it is derivative. طلاب الderivative يعني الاشتقاق مالتها، تمام؟ مثلا عندنا كلمة speed، شو اشتقت من عندها؟ speedy، seed seedy، rain rainy، read greedy، in this way، تمام؟ Also we have this exercise. These verbs are bark formations, rather words from which they are bark formed. هسه هذه الكلمات هن البارك فورميشنز الافعال مثل ما تشوفون اريد من عندنا انه نشتق من عندهم اسماء اخرى مثل هاوس كيب هاوس كيبر ضفنا له اي ار تايب رايت تايب رايتر ادمنستريت ادمنستريتر ريزركت ريزركشن ريزركت ريزركشن بيبي سيت بيبي سيتر بس نضاعف التي دبل ذا لتر تي اوكي Advanced register, advanced registration, lazy, نحذف الاي ونضيف واي, lazy, siddle, sir, siddling, escalate, sir, escalator, reminisce, reminiscence, okay, snap judge, snap judgment, deficit spend, deficit spending, emote, emotion, relect, relection, or reluctance, sorry, party poop, party pooper, backseat driver, or here we add ER, hang glider, also we add ER. For folk etymology, بالنسبة لهذا الموضوع أنا ما راح أعطي فقط غير التعريف مالته ما راح أدخل بالتفاصيل تقدرون تلقون الحلول مالته بنهاية الكتاب. Changing a word in a part or in whole يعني غير الكلمة سواء جزئيا أو كليا. To make it more understandable and more like familiar words. يعني على مود أخليها أكثر مفهومة وأكثر تكون familiar يعني مألوفة. يعني كلمات تكون أكثر ألفة. تمام؟ أو مألوفة للمستمع. Antonymasia or magia. Antonymasia means the formation of a common noun, a verb or an adjective from the name of a person or place. من اسمها يعني انه اني اشتق الكلمه اللي هي يا اما تكون اسم يا اما فعل يا اما صفه منين اشتقها يا اما من اسم شخص او مكان مثلا كلمه a lover مثلا انا اقول راميو من اقول راميو راسا يجي بالكم شنو someone loves a girl deeply يعني يحب البنيه هوايه ادوني جوان the same كازانوفا or Lothario, for example. إذن ذني الكلمات من أذكرها مثلا إحنا عندنا قيس عنتر تمام دول يضربون بيهم الأمثال بالحب فأني من أقول هاي الكلمة رأسا أربطها باللوفر بالمحب تمام The same here look up in your desk dictionary the following instances of antonymasia write the original of each in the blanks for example sandwich مأخوذة من اسم person شخص اللي هو he spent most of his time on game okay say playing cards okay and eat two slices of bread inside it a slice of beef طبعا اللي ياكل هو هذا الشخص قضى معظم وقته gambling يعني يلعب قمار وياكل شنو شريحتين من الخبز داخلها لحم فسمت الساندويتش نسبة إلى هذا الشخص هامبرجر the same also يعني من اسم مكان هناك it's a Germany word ألمانيا
Frankfurter, Avon Germany word, Wiener, Avon Germany, Bologna, Italy, denim, French, يعني نوع من القماش, Kashmir, from India, منطقة كشمير, jeans, أيضا كلمة فرنسية, leotard, اللي هي لبس مال جامباز اللي يلعبون به, أيضا French word, guy, person, يعني من اسم شخص اللي هو كان conspiracy, يعني كان نقول عليه إحنا متآمر. Reduplication اللي هي المضاعفة, يعني أضاعف, يعني is the process of forming a new word by doubling a morpheme, usually with the change of vowel or initial consonant. أنا شو أسوي إنه أضاعف الكلمة لكن أغير بيها يا أما حرف الصحيح يا أما حرف العلة, مثل ما عندي هنا. The basic originating morpheme is most frequently the second half. بالعادة يكون المورفيم الأصلي أو الكلمة الأصلية هي second half اللي تقع بالنصف الثاني من الكلمة, مثلاً dilly dally for example, dally or dally. Here the word is what is the original morpheme اللي هي ضاعفت منها هاي الكلمة. It may be the first half وأحيانا يكون بالنصف الأول, مثل tick tock اللي هي tick هي أصل الكلمة not a tock, or both halves أو كلا جزئين مثل sing song. Sing موجودة باللغة, والsong أيضا, or we can say neither half ولا جزء منها, like boogie woogie مثلا مو موجودة, haga maga etc. تمام. حاليا underline the originating morpheme in each word of these twin words. رح نحدد المورفيم الأصلي بهذه الكلمات. تمام. Wiggle waggle, عندنا الوغل هي الجزء الأصلي من الكلمة, بتا باتا, الباتا هي الجزء الأصلي من الكلمة, نتويت الوت, سوبا دابا, سوبا دابا, سوبا هي أصل الكلمة, هاغا مغا, ولا وحدة من ذني نقول عليهم, ولا نان, ولا وحدة من ذني, لابي دابي, كلتا الكلمتين موجودتان في اللغة. تمام. الآن رح نأشر التوين words can be divided into three classes. ذني كلمات التوين words اللي أنا مشتقتها من مضاعفة الحرف الصحيح أو مضاعفة حرف العلة بيها ثلاث أنواع أو ثلاث تصنيفات. أوكي. أول تصنيف the base morpheme is repeated without change. أحيانا أنا تيك تيك مثلا عندي تيك تيك, يعني أنا ضاعفته بدون ما أغير أي شيء بالكلمة. أو أحيانا يكون repeated with a change of initial consonant. أنا غير razzle dazzle, غيرت الأول حرف الصحيح مثلاً ال R وال D هنا. تمام. أو أحياناً أنا غير with a change of vowel, أغير مثلاً ال vowel tip top مثل ما عندنا هنا. خلينا نأخذ هذا التمرين. يقول لك identify the class of a twin word by one of these numbers. أريد من عندنا نحدد تصنيف هذه الكلمات التوين اللي هن التوأم احنا نعتبرهن, لكن احيانا يكون تغيير يا اما بالانيشال كونسوننت ساوندز يا اما بالباول ساوندز, واحيانا ما يكون اصلا اكو تغيير بالكلمه. فراح نحدد اذا كان ريبيتيشن وذ تشينج, تكرار بدون تغيير, لو كان ريبيتيشن وذ تشينج اوف انيشال كونسوننت اذا كان تغيير الحرف الاول الصحيح, او ريبيتيشن وذ تشينج اوف فاول او بتغيير صوت حرف العله. طبعا رح نحدد هنا تفو نيك ناك, وين صار التغيير؟ صار حرف العلة صح؟ إذا يروح على اليمن, يروح repetition with the change of vowel number three. دين دون الاي والاو صح؟ كما نشوف هنا, إذا صار بالفاول بصوت العلة. وشي واشي بالاي والاي أيضا, شنو repetition with the change of vowel, quack quack, ما بيها أي تغيير, نفس الكلمة عادت, إذا repetition without change, تكرار بدون تغيير. rowdy dowdy, هنا صار عندنا التغيير بالconsonant ال R وال D. تمام. hosty toasty أيضا بال H وال T, إذا consonant sound. hocus pocus بال H وال P. okay. flip flop وين صار؟ بالconsonant بين العفو بالفاول واضح. هم درام أيضا بال
consonant بالH والD ونتيجريتي أيضا بالN والG. تمام؟ يكون بعلمكم أحرف العلة الI والE والU والA and O. تمام طلاب؟ خمسة حروف العلة، إذا شفتوها فهو هاي التغيير اللي يكون بحروف العلة والبقية كلها حروف صحيحة. Thank you very much. See you.